يسعد صباحكم أعزائي المشاهدين، صباح الحب اللي بمدنا بالدفى والأحلام اللي عم تنفض عن جفونا لون النعس، صباح الضوء، صباح العتم اللي غفي على صوت الضوء والقهوة اللي عم تقرأ خطوط القدر بعيون فنجانا، صباح الحنية الفيروزية اللي بتطبطب على جروحنا وبتخلينا نفتح الشباك لصباح جديد. وهلأ رح نفتح شباك مواعيدنا مع أحلى صباح مع زميلتي منال. صباح الخير منال. صباح النور ناريمان، دايما أنا بنطر شو بتكتبي وشو بتحضري للمقدمة، هيك بتسفرينا كمان على عالم بدي لك تاني، منال عالم اللي بيشوف الأحلام. ابتسامتك عند الصبح ما في إلا يحكي كل شيء حلو. حبيبة قلبي ناريمان، ثانك يو سو ماتش. بدنا نعيد اليوم المشاهدين بعيد الظهور الإلهي، عيد الغطاس، وعيد عيد الميلاد عند الطائفة الأرمنية وعند الأقباط. من زمان بتعرفي كان كل المسيحية يعيدوا عيد الميلاد بنفس النهار. اليوم انقسم العيد ولكن بعده جوهر ذاته. منعيد جميع المشاهدين بهذا العيد ومنقول لهم الدايم دايم، وما بنكون هلأ مع ترتيلة الميلاد. نحتفل بعيد الظهور الإلهي في السادس من شهر كانون الثاني. بمجدك يا رب في نهر الأردن، ونودعه لتورجيا بعد 8 أيام، أي في اليوم 14 من شهر كانون الثاني. نقرأ طوال هذه الفترة ابتداء من يوم تقدمة العيد الذي يقع في اليوم الثاني من الشهر ذاته قطع صلوات في السحر والغروب تشرح لنا لاهوت هذا العيد وأهميته. نودع العيد بالمعنى الليتورجي لنتحضر روحيا للاحتفال بعيد سيدي آخر، هو عيد دخول السيد إلى الهيكل، إذ ينتقل الإنسان المؤمن من عيد إلى آخر بالصلوات والأصوام، لأنه كائن ليتورجي هدف خلقه هو القداسة. في عيد الظهور الإلهي الذي هو عيد الأنوار ظهرت طبيعة الله الثالوثية، إذ في لحظة خروج الرب من المياه سمع صوت الآب وظهر الروح القدس مثل حمامة، لأن الآب والابن والروح القدس إله واحد في الجوهر، ولا وجود للزمن في وجودية أي أقنوم من الأقانيم الثلاثة. هذا الكشف الإلهي هو تدبير إلهي لخلاصنا. الله تجسد وصار إنسانا من دون أن يفقد شيئا من ألوهيته، وظهر على الأرض وتجلى وصلب وقبر وقام وصعد إلى السماوات، وأرسل لنا الروح القدس كي نحيا معه إلى الأبد ونكون منذ الآن أبناء للنور. كنا مع التأمل عن الظهور الإلهي، وهلأ بنكون مع حالة الطقس. من بعد ما شفنا طقس كان في كتير هطول للثلوج بهذا الويك أند، شفنا هطول للثلوج عن ارتفاع 2000 متر وحتى لامس 1000 متر، وتراكمت الثلوج لتوصل سميكتها بين 60 و 75 سنتيمتر. رح نشوف فيديو من الأرز لنهار الأحد كيف كانت الثلوج وكيف كان في جليد على المرتفعات، يعني المنظر رائع جدا.
وبالرغم من شدة حالة الطقس كتير في ناس زارت الأرز وكل المرتفعات الجبلية لحتى تتمتع بالزائر الأبيض يلي بزورنا، ننطره من فصل شتاء لفصل شتاء آخر. أما حالة الطقس لليوم بنقول إنه بتنحسر الكتل الرطبة عن المنطقة صباح اليوم، وبيتحول الطقس إلى غائم ومشمس، وبتتدنى درجات الحرارة ليلا إلى ما دون الواحد تحت الصفر بالداخل. بهالوقت يمارس المرتفع الأزوري نشاطه فوق أوروبا وشمال أفريقيا، ويمدد قيم ضغطه نحو تركيا، يلتحم مع المرتفع السيبيري، فتصبح أوروبا الوسطى وشمال أفريقيا وآسيا تحت تأثير الضغط المرتفع، الأمر الذي سينعكس إيجابا على لبنان وسوريا وفلسطين والأردن من حيث تدفق الرطوبة وانحسار الكتل الرطبة جنوب تركيا وشمال مصر. منقول انه على الرغم من مواجهة عمليات الصد من المرتفعات الجوية من حيث حركة الرياح بين لبنان وسوريا، الحرارة رح تكون على الساحل 15 درجة نهارا وبتتدنى لل 11 درجة ليلا، اما على الجبال فوق ال 1200 متر بتكون 7 درجات نهارا وبتتدنى للصفر ليلا، بالبقاع 6 درجات نهارا وبتتدنى للناقص واحد ليلا، الجبال فوق ال 2000 متر ناقص 3 درجات نهارا وناقص تدنى للناقص 8 درجات ليلا، الرطوبة 80%، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها 55 كيلومتر بالساعة، الضغط الجوي هو 1014 هكتو باسكال. هذا كانت حالة الطقس. يعطيك العافية. Thank you عم very بتدفي much. حالك منيح المهم. يعني شو هلا عم بنزلوا نكتة بنزلوها من سنة لسنة انه ضبينا الشتوي ونزلنا القطبي. فعلا لانه جليد 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 كثير في سقعة. فعلا أنا ما مصدقة تخلص الشتوية. عن جد كلنا هيك. أنا كمان. حيوقف قلبنا من السقعة. صح. وهلا رح نكون مع تقرير للميلاد في سردينيا، اعداد وتقديم جورج معلولي. الميلاد بجزيرة سردينيا عنده طعم خاص، وتحديدا بالمدينة القديمة التاريخية الجيرو اللي بتعج عادة بالسواح الأجانب أو الإيطاليين صيفا. ورغم أنه نسبة السواح بتخف شتاء وإنما بيقصدوها خلال عطلة الميلاد ليمضوا سهرة هادئة ومباركة بتكللها قداس نص ليل، الاحتفال بولادة الطفل الإلهي يسوع بطقس روحي رائع بيبدأ بوضع الطفل بالمغارة بعد زياح مهيب من الهيكل إلى مكان المغارة وسط ترانيم ميلادية تقليدية منحب نسمعها بشوق خلال هالزمن الميلادي. بيخدم القداس أسقف المدينة وبيعاونه لفيف من كهنة الرعاية، إضافة إلى جوقة محترفة شهيرة تنشد أروع الترانيم الميلادية. روح الميلاد بتظهر بشوارع المدينة القديمة من خلال الزينة اللي بتمنح المواطن والسايح شعور بالفرح، وبيتوج طبعا بسهرة الميلاد بالقداس الإلهي. تصميم الإضاءة للزينة ملفت جدا وتقنيا بيعتبر عصري، كما يبدو بإضاءة البرج التراثي أو بشجرة الميلاد اللي حملت طابع المدينة، وهو طيور النورس اللي بتقصدها بمواسم عديدة خلال السنة، والأقفاص اللي بتزين شوارعها بالسوق. هالزينة ملفتة لدرجة أن السواح بيتهافتوا وبينتظروا بالدور لالتقاط الصور.
حيطان هالشوارع حملت صور المعمرين المسنين اللي تخطوا بعمرهم 100 سنة تكريماً للمسن بمنطقة الجيرو وعربون تقدير ومحبة من المواطنين ودار البلدية. وهاللفتة منهم مميزة جداً وتنم عن كرم أخلاق، كما أنه البلدية بتوزع شجر الميلاد وشتول السيدي ميدي الأحمر اللي هو اللون اللي بيرمز للميلاد ولفادي البشرية الرب يسوع المسيح. وبيتسابق سكان المنطقة بإنشاء المغاور المصممة بشكل قرية بيت لحم على مجاري العادة من أيام القديس فرانسيس الأسيزي، وبتنتشر هالمغاور بساحات المدينة وقرب الكنائس، وبتكون محطة ليتوقف عند السائح ليتأمل بهالحدث السماوي الرهيب والعجيب، إذ أن العذراء تحبل وتلد ابنا ويكون اسمه عمانوئيل، أي الله معنا، في مزود داخل إسطبل في بيت لحم اليهودية. هيدا هو الميلاد، فرح وعطاء وتسامح ومحبة وسلام لكل العالم. المسيح ولد فمجدوه، هللويا. هيدا هو الميلاد، فعلا هيدا هو الميلاد، تنعاد عليكم جميعا. وهلأ منكون مع فقرة أضواء. أعلنت إدارة مهرجانات بيبلوس الدولية عن اضطرارها لإلغاء حفل الفنانة العالمية سيلين ديون اللي كان من المقرر إحيائها خلال هالعام، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: بسبب الأوضاع الحالية بلبنان، مهرجانات بيبلوس الدولية وإدارة أعمال سيلين ديون اتفقنا للأسف لإلغاء حفل الأخيرة اللي كان من المقرر إقامته بواجهة بيروت البحرية بتاريخ 31 من تموز المقبل. ومن ناحية أخرى، كانت أثارت ديون جدل كبير بتصرفها الغريب خلال حفلة بعيد الشكر بمدينة نيويورك الأمريكية، لأن ظهرت لابسة فستانة بالمقلوب، وما وضحت ديون السبب وراء ارتداء الفستان بالمقلوب واللي تعتبر من أغرب الإطلالات اللي ظهرت فيها إلى جانب ليدي غاغا. وتواجدت ديون بنيويورك من أجل الترويج لألبومها الجديد كوراج اللي طرحته يوم 15 تشرين الثاني الماضي. أنا حبيت هو مقلوب للفستان، لبسته مقلوب، ما فهمت شو الفكرة، يمكن ملفت أكتر هيك لا تعمل بلبلة يمكن، لأنه لا ما كنا. قولي هي شو ما لبست، لبسته بالمقلوب ولا غير مقلوب؟ صح، يعني حيط الأحلى عليها، بس يمكن لو ما هيك ما كنا حنتداول الموضوع أصلا اليوم. صح، هو خالف تعرف يعني 100%. برعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشرق الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أعلن المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي بالعالم العربي إكروم الشارقة عن أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثانية من جائزة إكروم الشارقة للممارسات الجيدة بحفظ وحماية التراث الثقافي بالمنطقة العربية لدورتها الحالية 2019-2020. ترجمة لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أطلقت رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة الشيخة جواهر بن محمد القاسمي منصة ارتقاء الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، واللي رح تشتغل على توحيد جهود المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل تمكين المرأة بالبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل وبما يتناسب مع حاجات وخصوصيات كل مجتمع. وبإطلاق منصة ارتقاء بتكون الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، واللي انعقدت بكانون الأول الجاري هي الأخيرة، ورح تستكمل مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مهمتها بدعم المرأة ومشاريعها وتهيئة بيئة عمل وثقافة مؤسساتية بتتلائم مع تطلعاتها من خلال المنصة اللي رح تشمل أعمالها آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. يعني شو حلو هيك، بنبسط لما أشوف دعم للمرأة وخصوصا بالمجتمع العربي.
طبعاً، وعم نشوف كتير هيدا الدعم مؤخراً ناريمان، شي بيفرح القلب فعلاً. كرمال هيك المرأة عم تبرع وعم تظهر يعني أكتر وأكتر. 100% الحمد لله يعني. شكراً ناريمان على فقرة أضواء وعلى تحضيرك دايماً، وننطر هالأخبار نسمعهم من أسبوع لأسبوع. وشكراً لك كمان. Thank you. مشاهدينا بنبقى هلأ مع المتفرقات. أعلن الآباء اليسوعيين عن استحداث مستوصف طبي متطور بمبنى الكنيسة القديس يوسف الأشرفية شارع مونو، ورح يداوم بالمستوصف ابتداء من نهار الثلاثاء يعني بكرة مجموعة من الأطباء الأخصائيين من مستشفى أوتيل ديو الجامعي بكافة الاختصاصات الطبية، وذلك تطبيقا لرسالة الرهبنة اليسوعية الإنسانية. لأخذ المواعيد فيكم تتصلوا على الرقم 01-33-58-44. يعني الحمد لله على هالمبادرة، ويعني هي هون منشوف انه رجع للكنيسة دورة اللي هي توقف حد جماعة المؤمنين. انتشر خبر دخول سارق الى منزل الفنانة نانسي عجرم، وكان الاكثر تداولا يوم امس، وطبعا هون يعني منتأسف انه اضطر دكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم انه يقتل السارق يلي دخل على حرمة بيته دفاعا عن اطفاله وعن عائلته. للأسف يعني عم شوف شفنا عن جد هالخبرية كتير بتقهر. هيك انا كتير انه شو هالحرامي المتجرئ يعني، وبيقولوا انه تخطى 3 حراس يعني على الباب تا يقدر يفوت. ايه هلا ما بعرف يعني قد ايه هو يعني ما فينا نحكم يعني جريء، عارفهم بالبيت وفايت لعندهم طبعا، يعني ما في يمكن كانت تتعدى القصه لو ما عمل هيك، يمكن كانت انه القصه تتداعى اكثر يعني، هلا ويقوم يقتل حدا من اولاده بعيد الشر. هلا يلي بزعل يعني انه طلع المسدس اللي بحوصه للسارق مش مرخص خلى يعني مش حقيقي مسدس بس بيعمل صوت. هلا ما فينا نحط حالنا يعني نحكم بهالوضع، بالنهاية السارق صار بالدنيا الحق الله يرحمه اكيد. ما فينا نعرف شو كانت الظروف، اكيد ما فينا نبرر السرقة يعني اليوم، انه طبعا السرقة ما في مبرر لها ابدا، ولكن ما فينا نعرف ظروف العالم ناريمان، يعني بالنهاية في جوع عند الناس، في بس حالة يعني اكل فقر، عقاب اكل عقاب قاسي جدا يعني، الله يعين عائلته كمان اليوم بهالموقف، ويعني من الموقفين اذا بدك، اذا بتحطي حالك بالشوز تبع كل شخص ما فيك ما تعطي، ما في حق بالنهاية يعني مع حدا هيك 100%. مش عم برر السارق، ولكن ما فيني ما اتعاطف مع انسان في جوع اليوم، ما فينا ننكره. ما بعرف انا هيك بشوف، يعني بحط انا الحق على هون وين الدوله، يعني اذا بديك انا بحط الحق على الدوله، لانه يعني الله يرحمه في جوع كبير يحمي عائله نانسي عجرم، ايه ويحمي كل العيال، والله ينجينا وان شاء الله هيك ما نشوف هاي الحاله كثير هلا عن جديد. شهدت مدينه نيو ساوث ويلز الاستراليه تحول سماء للون الأحمر القاتم نتيجة استمرار حرائق الغابات منذ أشهر، وهن يعني حرائق غابات أستراليا بلشوا من سبتمبر، وذلك بسبب تغيير المناخ وارتفاع درجات الحرارة. هالخبرية شو موجعة منال كتير يعني. هلأ بنذكر أنه هالحرائق هي قضت على هون المؤسف جدا، ما لي قلب قولوا للرقم، 480 مليون حيوان ما بين طيور وزواحف وغيرهم، يعني أدت لتهجير حيوانات. خلينا نشوف هالفيديو لفصيلة الكنغورو كيف عم بيهاجروا من المنطقة، يعني مشاهد مؤسفة جدا، وعم نشوفها عم تتكرر من غابة لغابة، وعم بيكون يعني هيدا الحريق هو الأكبر والأطول يلي أصاب أستراليا بسبب التغيير المناخي.
مؤسف جدا، يعني ما انا بعرف. ما قدرت كمل الصور صراحة، قد ما عن جد موجعين. كتير موجعين وعم يتكرروا، يعني شفنيهم بغابات الأمازون، عم نشوفهم اليوم. صار في حرايق كمان عنا بلبنان، ما بعرف. الله الله يستر، يعني لوين بعد واصلين ما حدا بيعرف. يوميات مسرحجي مش قادرة ما أحكي عنها للمسرحية. جورج خباز المبدع، عن جد برافو، يعني روعة جدا، فخورين جدا فيك جورج خباز بهالعمل المسرحي الرائع المتكامل الفريد من نوعه. حضرتيه؟ حضرته، من هيك عم بحكي عنه بشغف، لأنه مش معقول. يعني كل مرة أنا بحضر عمل لجورج خباز بقول انه مش معقول بقى يطلع عمل احلى. هلا من بعد هيدا العمل صراحه ما بعرف يعني لوين بده يوصل فيه الابداع، بس انا بالنسبه لإلي يعني كان واو رائع. وهيك بيسال سؤال باخر المسرحيه، بيقول انه ليه بعدك بتعمل مسرح؟ ليه بتعمل مسرح؟ بجاوب، يعني مسرحيه طويله، ساعتين من الوقت المسرحيه فعلا كتير، فيها جهد كبير، فيها تقنيات رائعة شو حلو رائعة انه يكون رائعة، بعده حاضر المسرح وانه كتير كمان مهم، يندعم من قبل الدولة خاصة تيستمر. يعني خاصة بأيامنا، يعني قد ايه أيامنا صعبة، وبتحسي لا نحن بحاجة للفن، بحاجة للمسرح، بحاجة لهيك أشياء. أبدا اليوم بوضعنا مش نحن ما فينا نهمش الفن، لأنه كتير أوقات يعني مثل ما شفنا أنه اليوم معرض الكتاب انلغى، في كتير فنانين تشكيليين ما عم يعملوا معارض لأنه عم بخافوا من الوضع. اشتقنا منال، عن جد فعلا فعلا في اشتقنا، غياب كتير كبير للنشاطات يعني هيدا هو الثقافية. لبنان، لبنان بوجود هالنشاطات الثقافية والفنية بلاهن ما منعود نحن شعب طبيعي، يعني هيدا هو اللي موقفنا على إجرينا. ان شاء الله فترة وبتمرق وبيرجع كل شيء احسن من ما كان. نعم، فبليز لكم اعملوا مسرح جورج خباز، نتمنى عن جد دايما يعني ما يوقف يعملنا اعمال، يعني تخيلي انه يوقفوا هالاعمال، كارثه. هولي كانوا اخبارنا لليوم، بنكون هلا مع تيبس دكتور شرطوني. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. كثير من الأهالي بيتجهوا صوب العيادات النفسية، بيكون عندهم مشاكلون مع المراهقين، مع أطفالهم المراهقين، خاصة على الصعيد الحوار. منلاحظ أنه بسن المراهقة المراهق ما بحب كثير يتحاور مع أهله، خاصة الأهل بيكونوا عم يعطوا قواعد وعم يعطوا أنظمة أساسية لحياته للمراهق، بس للأسف هالأهالي بيكونوا منهم معودين أولادهم من هن وصغار على الحوار وعلى على التواصل الدائم وكل يوم مع أولادهم. من هيك لكل الأهالي اللي عندهم أولاد صغار، من اليوم بلشوا تحاوروا معهم، حكوا معهم حيالله موضوع، شو عملوا بالمدرسة، شو بحبوا، شو بيكرهوا، عن القيم، عن الأعراف، عن الأشياء الأساسية بالحياة، عن الأشياء الدينية إلى آخره من أشياء. كتير مهم الولد يكون عم يتحاور مع أهله ويتعود على الحوار والتواصل مع أهله، لأنه وقت بيصير شخص مراهق رح بيكون معود على الحوار مع أهله. فمن هيك كتير مهم أنه يبدأ الحوار من هو ولد، من هو وصغير الطفل. أنا بشكركم وبشكر استماعكم، وأكيد بنلتقى بحلقة جديدة إن شاء الله. رات يعني الحوار بين كل الأطفال، بين الصغار والكبار، بين الأهل والأولاد، يعني هو مد جسور وبيقرب، بصيروا يفهموا بعض أكثر. أنا كثير مبسوطة إنه ابني بحب يتحاور معي وبيخبرني هاي كل شيء، ما بيخبي عني شيء أبدا، فكتير هالشيء بيسعدني. هيدا أكيد نتيجة يعني يوم من الأيام أنت أكيد هو صغير رفقتيه وكنت عم تتحاوري معه، مثل ما ذكر دكتور شرطوني. يعني اليوم نحن شو بنزرع بأطفالنا صح. رح نلاقي يوم من الأيام. مش معقولة نزرع بذور تفاح مثلا وما نلاقي تفاح أو وهيك كمان نلاقي أورينج. هالشي بيسمح للأهل إنه يراقبوا أكتر ولادهم، يعني ويدولهم على أماكن الغلط. 100% خاصة انه يعني المراهقين مثل ما قال هن كتير بحاجة انهم يكونوا عم يتحاوروا مع اهلهم، فاذا ما تعودوا عن صغر انه هن يحكوا مع اهلهم ما رح يوصلوا لهذه المرحلة. صح.
وهلأ مشاهدينا فاصل ونرجع.